مساء الخير إخواني وأخواتي، سوف أرسل بعض الرسائل اللي هي رسائل مشفرة، رسائل واضحة. إخوان، التساؤل ديالي في هاد العيد، واحد العدد كبير يقدر بالملايين تعرض لواحد العملية ديال بحال اللي تنصب عليه من طرف وزارة الفلاحة وبعض المسؤولين فيها، لأن تعطات معطيات مغلوطة أن الأغنام موجودة، وكان شي مسائل اللي هي لا قانونية، وكان واحد تضخيم، وكان شي المهم المواطن المغربي عاش الويلات في هذا العيد. ألا يستحق المواطن المغربي الذي يقدر بالملايين اللي تكرفص في هذه العواشر أنه يتفتح تحقيق في هذه النازلة وفي هذه الواقعة اللي وقعت مؤخرا، والسبب ديالها هي وزير الفلاحية والمسؤولون عن في وزارة الفلاحة؟ أولا، المسؤولون عطاو المعطيات مغلوطة ديال الأغنام. ثانيا، بغينا يتفتح تحقيق الناس اللي مكلفين أنهم عطاو ليتوريزاسيون، رخص للناس اللي جابوا الأغنام. بغينا نعرفوا هاد الناس شكون هما، بغينا نعرفوا الانتماء ديالهم الحزبي، هل هم من ثلاثي الفرح، من ثلاثي المكون للحكومة، من ثلاث أحزاب، من هم؟ إلا كاين بعض المعطيات وبعض الخرجات ديال بعض الصحفيين أنهم كاين منهم برلمانيين. إلا كان برلمانيين استغلوا المنصب ديالهم من أجل استيراد الأغنام. دابا الإشكال المطروح أننا 200 مليار هدرت والنتيجة في أرض الواقع غير موجودة. ها علاش حنا كنهضرو 200 مليار وحنا دولة فقيرة، دولة تستدين كتاخذ الدين، كيفاش حنا كنسلفو بالليزان طيري ونهضرو 200 مليار؟ إذا خسرت 200 مليار خصها تبان على المواطن، خصو المواطن يكون فرحان في هاد العيد، خصو يكون ناشط، خصو يشري الأغنام بثمن مناسب. فالسؤال المطروح، حنا بغينا تحقيقات باش نبانو أننا دولة ديمقراطية ودولة كتطبق القانون ودولة اللي باش نبقاو نتباهاو أمام الجيران ديالنا أننا نحاسب الجميع وأننا وما يمكنش نمرو مرور الكرام وتعطى 200 مليار لواحد المجموعة ديال الناس. بغينا نعرفو حقنا. الخطابات الملكية كتقول لك أن خصكم ديروا التتبع كفاعلين جمعويين وحقوقيين وإعلاميين، تتبع في السياسات وتعرفوا. بغينا الله يجزيك بخير السيد وزير الفلاحة تنشر لنا عبر الموقع ديالكم شكون الناس اللي استفدوا، باش نعرفوا الانتماء السياسي ديالهم ونتأكدوا هل هم فعلا البرلمانيين كما قال بعض الصحفيين، ونعرفوا 200 مليار شحال غتبني هاد المستشفيات وشحال ديال الطرق وشحال. الا كان 200 مليار تهدرت السنة اللي دازت، تهدر المال العام وما كانش محاسبة، وهاد السنة عاود 200 مليار غتعطى لهاد الناس وما كاينش محاسبة، باش غنبقاو حنا نحترموا هاد الحكومة ونقولوا عندكم الشفافية ونثيقوا فيكم ونقولوا تفتح هذا فتح معاه وهذا ما تفتحش معاه؟ ما يمكنش. هذا كيطرح علامة استفهام. ما يمكنش حنا وزير الفلاحة بكر مغاربة وحقر المغاربة هو ووزارته بمعطيات مغلوطة بمسائل اللي هي غير صحيحة، والحول يتباع بأثمنة، تعرضنا للنصب من طرف بعض المستوردين للأغنام البعض، وتعرضنا للنصب من طرف بعض الفلاحين، وتعرضنا للنصب من طرف بعد السماسرة، داك سميتهم كيعيطوا لهم الشناقة لا سامحهم الله. وبغينا الدولة هذه وهاد الحكومة باش تبقى لها واحد القيمة، واحد لو بوفوار، خصها تطبق القانون على الجميع. بغينا الله يجزيكم بخير السادة البرلمانيين المحترمين ديال الأغلبية، أنا مكنهضرش على المعارضة، المكونين يدخلوا يطرحوا أسئلة على السيد اللي كينتمي لهم واللي كدايرين معاه التحالف. بغينا يطرحوا سؤال، من هم هؤلاء المستوردون؟ فين مشات الأغنام؟ عاود بحال العام اللي داز،
ويمكنش حنا ندوزو الصراط المستقيم ودوزو المحنه وما كيتفتح لا تحقيق وما كيتغلق لا تحقيق، ولا واش التحقيق كيتفتح كاع كي قال له الاخر باللغه ديال الدارجه العاميه على الحازقين على الفقراء. خصنا هاد وزاره الفلاحه تحاسب مع المغاربه وتعطينا الاحصائيات، ما يمكنش نبقى حنا نمروا مرور الكرام وتعذبوا. واش هاد المغاربه اللي تعذبوا كاملين واش ما يستحقوش انه يتفتح تحقيق ونعرفوا شكون اللي دخل هاد الغلام وفين مشات؟ ولا بغيتيو تبينوا لنا الوطنيه ديالكم السيد وزير الفلاحه وهاد الناس اللي معاك متكلفين؟ دابا خصكم تخليو المجال مفتوح لاستيراد الاغنام شريطه، انك اللي بغى يستر الاغنام فيه غير بالضريبه، ما كاينلاش تزيدوه 500 درهم. هذا راه عبث، خليو دابا الاغنام تدخل، حنا مقبلين على الصيف وعلى الحفلات، تدخل الاغنام وتتباع بشي ثمن مناسب باش ما نطيحوش مشكل العام اخر عاوتاني. لان وزاره الفلاحه وزير الفلاحيه كيشوفوا داك الشوفه ديال الفار، ما كيشوفوش على المدى البعيد. فخليو دابا الامور غاديه هكايا، والناس اللي بغى يستعرض عطيوه الرخصه، ولكن ما تعطيوش 500 درهم، خليه يدخل الاغنام وغتكون الثمن غيولي اللحم 70 درهم. ولكن نتوما لا سمحكم الله دائما تبحثون كيفاش ديروا باش صحابكم يكونوا بخير، ولكن الشعب المغربي. فالسؤال المطروح اليوم الله يجزيكم بخير، واش هاد المغاربه اللي تكرفصوا واش ماشي بحقهم ان تفتح تحقيق مع هاد وزير الفلاحه ومع هاد الناس اللي في مع هاد الكاتب العام اللي في وزاره الفلاحه؟ زعما كتبينوا لنا دابا ان حنا عايشين في فلاس الفوضى، واحد يدخل الغلام يدير بيع باش بغا يدبر الملايين، وحنا غير دوله فقيره من العالم الثالث، مازال عندنا مشكل الصحه، مشكل التعليم، مشكل عندنا المشاكل لا تخبطوا فيها، وحنا نعطيو 200 مليار واحد الخمسه ولا 10 د الناس، بغينا غير اللائحه والاسماء ديالهم والانتماء السياسي ديالهم. حنا هذا الموضوع داز العيد وداز المحنه وداز المعاناه، ولكن هذا الموضوع غنبقاو نهضروا عليه، غنهضروا عليه ديما غنهضروا عليه باش يعرفوا الناس الجميع ان محقنا انه يتفتح تحقيق. عملوا ولا ما تفتحش، عملوا ولا ما تفتح، هذا العام الثالث وشنو كتبينوا لنا؟ التحقيقات كتفتح غير على قالوا الاخر داك المقردين اللي داروا شي حاجه، خصنا تفتح تحقيق مع هاد وزير الفلاحه فين، وهاد 200 مليار اللي غتمشي. هذا الهضر ديال المال العام، والخطابات ديال سيدنا ما تحث على ان هادشي راه بزاف، وما بقيتو تسمعوا لا لسيدنا لا الملك ولا الشعب ولا المواطن، وكديروا غير اللي بغيتو. وحنا ملي كنشوفوا الواقع المر الواقع دابا، واش غيتفتح تحقيق مع هاد وزير الفلاحه؟ ياك جا كذب علينا، ياك أداة الجريمة موجودة، الكذب على المغاربة والتغليط وعطي معطيات مغلوطة، وخلي المواطن يتكبد العناء والأثمنة الخيالية اللي دمرتو المواطن، دمرتو الشعب. واش نتوما حكومة ديال المغاربة ولا حكومة ديال الموزمبيق ولا حكومة ديال شي بلاد أخرى؟ إلا كنت حكومة الشعب المغربي، الشعب المغربي راه بالملايين ما عيطش، وراه تضرر وخصك تفتح تحقيق. وحنا غادي نتسناو هاد التحقيق واش غيتفتح، باش نحترمو حتى حنا هاد الحكومة، نقولو هاد الحكومة راه كدير القانون، وغتبقاو تطبق الحكومة على القانون كاع على الفقراء، إلا دارو شي حاجة الله يجازيكم بخير، راكم شوهتو بينا هذا داخليا ورا خارجيا، ورا حنا تراجعنا إلى الوراء في كل المجالات. والحمق إلا قلتيلو وزارة سوف تهدر 200 مليار لبعض الناس عطيهم دخلوا الاغنام، والاغنام ما شفناهاش حنايا غير موجوده، دخلت للضيعات والفيرمات ديالهم، وغتبع الممولين اصحابهم الا هما منهم عندهم الفيرمه، منهم كيستردوا، منهم عندهم داكشي الحفلات، ممولين عندهم ثلاثي، عندهم ثلاثه كيجمعوا ثلاثه اختصاصات، كيسترد الاغنام، عندو الفيرمه استافد من المخطط الاخضر، هو ممول الحفلات غيبيع الغلام راسو، غيبيعها باش بغا، ياك؟ إوا باش نحترموكم ونحترمو
هاد القرارات ديالكم ونقولوا الحمد لله راه عندنا واحد الحكومه محترمه ريتما حقيقة نبقاو نهضروا في هذا الموضوع. حنا دوزنا المعاناه عدد كبير من المغاربه يعدوا بالملايين، ونتمنى ان وزاره الداخليه ووزاره التخطيط تعطينا شحال من الناس ما عيطوش. ياك عندكم الوسائل كي قال نزار البركه، عندكم الوسائل، عندكم كل شيء، خصو ما يكونش الغلا كاين زياده غير مشروعه في الاسعار. كان ضروري دخل الحكومه، هذا هو حمايه المستهلك وحمايه القدره الشرائيه ديال المواطنين، ماشي في الخطاب، ماشي في الخطابات فقط، ولكن على ارض الواقع. عندك الوسائل، عندك القانون معك، عندك الواقع ديال المواطنين اللي تضروا من الزيادات الغير مشروعه في الاسعار، وانت تتفرج. هادشي غير مقبول، غير مقبول. قال السي نزار ملي كان في المعارضه، كاين الامكانيات كاينه، خصنا ما يكونش الغلا، ها هو كان الغلا. ورساله اخرى للسيد وزير الماء وداكشي اللي على بالك، واش هل يرضيك ما عانه المغاربه السي نزار؟ مازال انت محشي في هذه الحكومه ودار يديك، احنا نشوفوك واش غتهضر وتقول اللهم ان هذا مركب، ولا صافي جاوكم الحلاخم، لا نسى ولا المكونات الاخرى. وشكرا السي عزيز اخنوش، تبارك الله عليك. انا كنحييك السي عزيز اخنوش، لانك هذوك الجوج اللي معاك، داك الجوج الحلاقم ما كاينش اللي كيهضر. تبارك الله عليك وصافي، ما والله ما كاين فيهم اللي كيتحرك ولا كيهضر. والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. الملايين ديال الشعب المغربي تقهر في هذا العيد وبكى وشكى وما كاينش وما يتفتحش التحقيق. هذه هي الديمقراطيه، هذه هي الشفافيه في هذا البلد. غنبقاو نهضروا 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 حتى تكون شي نتيجه. ودائما سوف اختم المباشر ديالي بحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ظالم، في كل متواطئ، في كل واحد كيعذب المغاربة وكيبكيهم، في كل الوزراء اللي ما كيقوموش بالواجب ديالهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الحكومة التي أدت القسم بالقصر العامر بمدينة فاس، ولكن لم تطبق القسم، وكنشوفوها دابا تتفلل في تعذيب المغاربة وفي إدلال المغاربة وفي باش حقروا المغاربة ويظلموا المغاربة. فاحنا نشوفوا واش هاد وزير الفلاحة عنده لو بوفوار مازال، اللي كان وزير الفلاحة السي عزيز وكان معاه كاتب العام، واش غيقدروا يفتحوا شي تحقيق؟ انا غنتسناو، انا غنديرو بنستنى اننا غنثيقوا انه غيتفتح التحقيق، حنا غنثيقوا انه غيتفتح التحقيق، ولكن التحقيق الكبير هو اللي غيكون عند الله سبحانه وتعالى معكم. هذاك كنثيقوا فيه الحمد لله، ولن نسمح في حقنا، وغادي ان شاء الله غادي تقتصوا منكم كل باسمه وصفاته، وغادي نسمحوش حقنا امام الله سبحانه وتعالى. اما دابا غنشوفوا التحقيق ديالكم نتوما، واش غيتفتح ولا غيبقى مغلوق، ولا الملايين اللي تعذبت وبكات والهجالات والشيبانيين والشيبانيات والناس اللي عندهم الوليدات تحقروا كلهم، الا يستحقون ان يفتح تحقيق؟ وبغينا نشوفوا واش هاد الناس اللي كما قال واحد الصحفي، واش كاين فيهم برلمانيين وكاين فيهم اللي منتمي لاحزاب ثلاثي، الثلاثي الذي تحالف على المغاربه وتحالف من اجل إدلال المغاربة ومن أجل أنهم يعيشوا الفقر والبؤس والظلم. شكرا لكم إخواني وأخواتي، ما غادي نقنطوش في هذا الموضوع، غنبقاو نهضرو عليه حتى العام الجاي، حتى يجي العيد الكبير الجاي. ما خاسرين والو حنايا، أنتم الخاسرون، خاسرين مع الله سبحانه وتعالى أنكم ظلمتونا في هاد العواشر، تعديتوا علينا كمغاربة، خاسرين أننا غنقتصوا منكم غدا يوم لقاء، إلا خاسرين انتخابيا كأحزابكم غادي تكون العصا إن شاء الله، أحزاب الثلاثة إن شاء الله غادي يكون الصناديق، كما قال هذاك كي قالوا الآخر اللي كيدير الفولكلور ضربونا بالحجر،
غادي نضربوك بالصناديق الخفارغه ان شاء الله. ثلاث احزاب المشكله للحكومه الانتخابات الجايه، الدري الصغير عاق بكم. غادي ان شاء الله غادي تكون الصناديق فارغه، وغادي يطلعوا احزاب اللي صغيره وما عندها عيب وما دايره مشاكل. اما هاد الثلاثي الاحزاب الذي تحالف على المغاربه من اجل تدميرهم، ولكن الحمد لله حنايا لنا ثقه كبيره بسيدنا الله ينصرو، وهاد العامين ديزا باش معطله كما قال سيدنا بالخطاب، نتحملوا مسؤوليتنا، حنا صوتنا عليكم. القانون كيعطي ان ما سيدنا ما عنده ما يدير لهم، لان حنا صوتنا على هاد الثلاثي، حنا صوتنا على نزار اللي كان كيدير لنا البهرجه، صوتنا على وهبي اللي كان كيضرب في الطبالي، صوتنا على بو عزيز اللي طلع للجبال لحم البرقوق. نستحقو ونستاهلو. اللي نقدروا نديروه هو الدعاء، كندعيو معكم الله سبحانه وتعالى كما دمرتوا المواطنين في هاد العواشه، وكما قسيتوا عليه وكما حقرتوه وبكيتيوه، بغينا الله سبحانه وتعالى ياخذنا حقنا منكم. ما غندعيو فيكم، ما غنسبوكم، ما غنشموكم، لان نتوما اللي كتحكموا، نتوما اللي كديروا الصويبينات لعباد الله، نتوما اللي كتديروا اللي بغيتوا. حنا ما حنا حاضرين حاضرين كي قال الفرنسا ولا بوش ديالنا اش كيطلق. حنا والله لاش والله لاش مشمتونا انا هضروا، ولا مبغيتيناش نهضروا ديروا لنا شي حاجه، ولا ما الهضره غنهضروا تحت شعار الله الوطن الملك، وكان امنوا المؤسسات، وكان امنوا باستقلاليه القضاء والنيابه العامه ووزاره الداخليه، وغنهضروا نعبروا نهضروا، لان الحكومه هي المسؤوله. انا ملكنا بعيد هو كيشوف هادشي، ولكن حتى هو ما عندو ما يدير لنا، اش يدير لنا؟ لان حنا صوتنا على هاد الناس، ضروري خصنا تتسال هاد العامين. حنا كنترجاو غير واحد 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 التفاته مولويه شريفه، الله تعالى يسر الامور ديال سيدنا ويحفظو شي بغينا على الاقل شي كي قالوا لاخو شي تغيير حكومي، نتهناو من بعض الوجوه، ما نبقاوش نشوفو خلايقهم بعدا، على الاقل بعدا ريتما تجي الانتخابات الجايه، وان شاء الله ماشي غنضربوكم بالحجر، غنضربوكم ان شاء الله بليكوش، وغنضربوكم بالصناديق ان شاء الله تكون فارغه. والحمد لله على الفيسبوك، والحمد لله على الحريه، والحمد لله على شوف التعبير، كنعبروا بامانه وبقانون وبمسائل كنحترموا ما لنا وما لا علينا، والله ما يخلعنا شي واحد، والله ما يدهشنا والو. حنا كنهضروا انا كنهضروا على المصلحه العامه، ما كنهضروا على راسنا، ما كنهضروا على مصالح خاص، كنهضروا على المواضيع التي تهمنا وتهم معنا واحد الشريحه. كنهضروش مع داك الصحاب اللي فوق السلك، داك اللي مدبرين، وداك اللي الزباله ديال الاحزاب وديال التحالف، داك الشيء ما كان عمامش كاين فيهم الشرفاء. كنهضروا مع الناس اللي بحالنا، اللي مكتاويين بحالنا بالنار ديال المشاكل والهموم ديال هذه الحكومه البائسه والبارده. فحنا غنثقوا ونتسناو واش غيتفتح شي تحقيق ولا ما يتفتحش، باش نعرفوا راسنا معامل حنا. ما كاين شعارنا هو الفرشه، الفرشه وما ادراك ما الفرشه، باسلوب حضاري وقانوني، وكنعرفو شنو كنقولو ما لنا وما علينا. فإن لم تستحي السيد وزير الفلاحة فافعل ما شئت، وككنت فيك ذرة حياء، لو كانت فيك ذرة حياء على حسب المعاناة والدعاوي اللي خديتي في هاد العيد والبكا والشكا ديال المغاربة، لا حطيتي الاستقالة ديالك عند السي عزيز وقلتي له والله ما نزيد معكم دقيقة، ولكن نتوما تبحثون عن الكراسي، ولكن عند الله سبحانه وتعالى غادي نصطفوا عليكم المغاربة 40 مليون لا باش نقص. الحمد لله على الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على الموت كاين، والحمد لله اننا غناخذوا حقنا منكم، الا ما خديناش دابا غناخذوه في داك الشهر. شكرا لكم اخواني واخواتي، اعتذروا على الاطاله، شكرا اني كنهضر بواحد الانفعال، ان هذه الحكومه البليده والبائسه ما كنشوفو موراها غير الكحله والحمق الى جبتيه وعطيتيه كل الدواء القرقوب ياكلو، يقول لك كيفاش اننا نجيب مستوردين نعطيهم 500 درهم ونخليهم يخبعوا الغنم
في الضيعات ديالهم ونخليهم يبيعوا باش بغاو ونخليهم يسمسروا ونعطيهم الفلوس ديال المغاربه وحنا بلد فقير من العالم الثالث كيدي كيمشي كيسلف. واش تدخل لكم هذه في دماغكم وما يتفتحش الحقيقه والملايين ديال المغاربه تصدر وما يتفتحش الحقيقه. انتم ما تفتحوش الحقيقه اللي غتمشي لهم المصداقيه هي هذه الحكومه. اما الشعب الحمد لله الشعب المغربي شعب راجل شعب وطني وملكي وحنا هادشي كله اللي كديروا كتحاولوا تكررونا في البلاد ما تكررهوناش في الوطن ديالنا وفي الملك ديالنا وحنا الحمد لله غنبقاو معاكم الى اخر دقيقه نقول كلمه حق. حنا ما كنديروا روتين اليومي ما كندبروا داكشي ديال السعايه في اليوتيوب نتكلم على المسائل التي تعاني منها واحد العدد كبير من المغاربه اللي متفقين معنا ولنا الجراه باسلوب حضاري وقانوني صافي داكور متفقين وغنستمروا ان شاء الله وهذا يزيدنا شرفا وقيمه في الوقت اللي كاين في المنبر كما قال واحد المواطن من بوجدور كاين المنبطحين بزاف منهم صحافه ومنهم جمعويين ومنهم بعض الشكامه ومنهم ومنهم ما كنتحترفوا ما كلمه حقنا نقولوها واللي كنبغيوه كنبغيوه واللي كنكرهوه كنعطيوه الثقه. شكرا لكل وطني كل واحد كيبغي هذه البلاد شكرا لكل مسؤول كيما بغى يكون النوع ديالو يقوم بواجبه وكيخدم والشعار ديالو الله الوطن الملك. التحالف اللي تحالف علينا الحساب ان شاء الله قريب ومني كنقول التحالف راه فيكم ناس منتخبون في المستوى اللي كنكنوا لهم الاحترام والتقدير لا علاقه لهم بهذا الميساج. انا اتكلم على الوزراء وعلى الحكومه اما الناس اللي في الجهه وهذا راه كل واحد كيشتغل راه حنا كنصفقوا له وما عندنا حتى مشكل معاه وكنتمنى انه يخلينا نعبروا ونهضروا وما يقحموش راسهم كاحزاب ولا كذا خليونا نعبروا هذا حقنا كيعطي لنا القانون والحق ديالنا والمحبه ديالنا للبلاد ديالنا كتجعلنا نهضروا ونتاقلوا. شكرا لكم اخواني واخواتي شكرا على التتبع اللي ما شافش المباشر يشوفوا عبر قناه يوتيوب ديالنا دوبيس تيفي.